خمس سنين على إطلاق موقع فرصة، واحد من المواقع المهمة جدا، وأيضا هو مبادرة يعني ريادية واجتماعية مهمة جدا، وأعطت الفرص لآلاف من الشباب أنهم يتطوروا ويحصلوا على تدريبات ودراسات مختلفة في كل أنحاء العالم. رح نتحدث عن هذا الموقع المتميز اليوم مع الدكتور سامي الحوراني، وهو مؤسس ومدير الموقع. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا هلا. وأيضا مرام النبالي، وهي كاتبة محتوى ومسؤولة التواصل الاجتماعي في موقع فرصة. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، منورينا. رح أبدأ من عندك دكتور سامي، يعني جمعنا لقاء بدنيا دنيا لكن بموضوع مختلف، لكن موجه لنفس الفئة الشباب. صح. حكينا عن المناظرة وقدي ممكن هاي تفرق بحياة الشباب. صح. أنت كمان معني بمستقبلهم بتعليمهم. موقع فرصة بدأ ب 2011، لكن كانت البداية يمكن من 2008 كمدونة، ولكن صار موقع بال 2011. خبرنا عن فكرة فرصة. يعني فرصة يمكن الشباب يعرفوا فكرة مجنونة بلشت كتير بسيطة ب 2008 كمدونة زي ما أنت حكيتي، عم بتجمع فرص التعليم وفرص بناء القدرات. كنا يعني منآمن بفكرة إنه هالفرص التعليمية عم بتكون أيام النخبوية، وعم بتكون بس ناس وناس بتعرف فيها، أو اللي عنده علاقات بسفارات معينة أو بجهات أو بمؤسسات تعليمية معينة عم بيعرف عن هالمنح الدراسية. نعم. وعم بيعرف عن هالتدريبات ورش العمل وهالإيفنتس اللي موجودة. فقلنا بدنا نغير هذا الموضوع ونعمل ثورة بطريقة تداول الفرص. فسوينا موقع فرصة ب 2011 كي يكون فرصة للتعليم ولبناء القدرات، وصار مكان واحد للفرص التعليمية اللي موجودة للشباب في المنطقة العربية. بلشنا من الأردن، وهلا عم نحكي على 22 دولة عربية. حلو. شباب من كل هاي الدول عم تدخل بتشوف بمكان واحد هالفرص التعليمية بسهولة وبطريقة ميسرة وبتناسبهم. نعم، جميل جدا. سامي، الموقع اتطور يعني بشكل ممتاز، والحمد لله هلا وصلتوا لمكان متميز، وراح يكون في كمان اطلاق نسخه جديده او تجريبيه للموقع. احكي لنا عنها شوي. هلا النسخه التجريبيه اللي عم نطلعها ب 30/7 اللي هي بالاحتفال راح نحكي عنه، طريقه جديده لتداول الفرص. عم نعمل موقع فرصه راح يتحول اكثر لزي سوشيال نتورك، ل زي موقع تواصل اجتماعي تعليمي. فانت كيف اذا بدنا نبسطها، يعني كيف فيسبوك والتايم لاين تبع فيسبوك، بدل ما تشوف صور او كلمات من اصدقائك، انت عم بتشوف فرص تعليميه عم بتناسب العمر، عم بتناسب الاهتمام، عم بتناسب شو تطلعاتك للمستقبل. فمن 30/7 راح الشباب راح يشوفوا موقع فرصه بطريقه جديده، بالاضافه للتطبيق اللي راح يكون بنفس الطريقه، تايم لاين مع فرص تعليمية ومنح بتناسب مواهبهم وقدراتهم وتطلعاتهم للمستقبل. حلو. يعني احنا يمكن اذا بدنا نوضح الفكره، هو مش فرص عمل، في فرص عمل وخصوصا للخريجين، ولكن بتركزوا انتوا على مهارات تدريبيه، على ورش عمل ليكتسبوا هالادوات بشكل صحيح. لانتقل لمرام، انت مسؤوله المحتوى بفرصه وكمان مسؤوله بمواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. بدي ابدا بموضوع مواقع التواصل الاجتماعي. احنا بنعرف قديش هذا العالم الافتراضي وصار العالم الأهم بحياتنا والمؤثر أكثر شيء بحياة شبابنا، فشو بالضبط عم تستفيدوا من هالمواقع وكيف عم بتوظفوها لفرصة؟ هلا الطريقة اللي بنستفيد منها هو بيسكلي ننقل المحتوى اللي احنا بنحطه على فرصة انه يوصل للشباب بطريقة أسرع، فبنصفي بننقل الفرص التعليمية، وإذا كان في مثلا عندنا عدد معين من الفرص للتبادل الثقافي او المنح او المؤتمرات الناس بتقدر تشارك فيها، يعني ممكن احكي وي فيتشر ذم من خلال السوشيال ميديا عشان الناس تقدر توصل لهذا المحتوى بطريقه اسرع. حلو. يعني مرام فعليا الكونتنت كله او المحتوى كله راح يضل نفسه، ولكن شكل التواصل بينه وبين الجمهور راح يختلف. تمام. هلا خلال الويب سايت الجديد حيكون الطريقه اللي راح نتواصل فيها مع الناس حتكون هذا المحتوى راح يضل نفسه بنفس الجايد لاينز. احنا دائما نتاكد انه المحتوى هم فرص حقيقيه مش فرص وهميه، دائما بيكون المصدر موجود، طريقه التواصل مع مزودين الفرص والمؤسسات واسمائهم وعناوينهم.
فالطريقة اللي بنكتب فيها الفرصة رح تضل زي ما هي بطريقة واضحة وبكل المصادر تبعتها، بس اللي حيختلف هي الطريقة، انه حيصير الواحد يقدر يلاقي الفرصة اللي بتناسبه على طول بشكل مباشر بدل ما يضطر يشوف كل الفرص عن طريق موقع فرصة. حلو. حلو. يعني مرام احنا بنحكي عن ارقام مهمة، يعني عم نحكي عن 91 الف مستخدم مزبوط، عم نحكي تقريبا عن 700 الف متابع يوميا باكثر من 25 بلد، فبقدر اتخيل يمكن انتم صرتوا تيم خاص بس للسوشيال ميديا بهيك ارقام. اه تمام. وهلا كمان اللطيف بالموضوع انه لما نيجي مثلا نكتب رساله دائما بنصير بنفكر بكل ال 22 دوله، يعني هلا اللي بده يقرا الجمله اللي احنا بدنا نكتبها حيكون مثلا بمصر ولا حيكون بالمغرب ولا حيكون بالامارات، هذا شيء كمان بتكون موجهه لكل الثقافات. اه تمام. بنحاول انه الرساله تكون واضحه باكثر قدر ممكن وكل حدا يقدر يفهمها بسهوله ويقدر يستخدم انه يعرف ايش هي الفرصه بأسهل طريقة ممكن. نعم دكتور، بحب أحكي عن المؤتمر العالمي للشركات الريادية، يعني وصلتوا كممثلين للأردن لهذا المؤتمر، كان في شهر 6 في سان فرانسيسكو كاليفورنيا برعاية كمان الرئيس الأمريكي باراك أوباما. مهم جدا أنه فرق أردنية وشركات أردنية وأفكار ريادية أردنية، شباب يعني شباب هم اللي قائمين عليها، عم بتوصل خدمة مش بس لشباب الأردن، للشباب العربي وممكن حتى شباب عالمي يستفيدوا من هاي الأفكار. وصولكم لهذا المؤتمر احكي لنا عنه لو سمحت شوي، شو بيعني وشو المردود، يعني شو رجعتوا بعدين؟ يعني المؤتمر الريادي العالمي من أكبر التجمعات بين الرياديين وللشركات الناشئة، وكان في كمان من تركيز على الشركات الاجتماعية أو الشركة اللي لها هدف اجتماعي. كنا محظوظين الحقيقة أنه بيختاروا حوالي 400 شركة من كل العالم ليكونوا موجودين بجامعة ستانفورد بسان فرانسيسكو ليقابلوا مستثمرين، ليقابلوا أصحاب شركات مماثلة ويتبادلوا أفكار وممكن يطوروا أفكارهم مع بعض. فكنا من هال 400 شركة اللي اختاروها من مختلف أنحاء العالم، حكينا كتير على فكرة فرصة، كانت الفكرة يعني كتير من المستثمرين واللي كانوا موجودين بالمؤتمر عجبتهم، وهلا عم نفكر يعني أكيد رح نستمر بأنه نضلنا بالمنطقة العربية، بس عم نفكر كمان أنه بمرحلة معينة ممكن كمان نكبر الفكرة. هلا عم نركز على التكنولوجي أو على الجانب اللي له دخل بالموقع بالتطبيق، كيف نقدر نتواصل أكثر، زي ما حكينا على موضوع التواصل الاجتماعي، قد ايه رح تصير في علاقة اجتماعية بين مزودين الفرص وبين الأشخاص. يعني هالجامعة أو مركز تدريب أو مركز تدريب المهني قد ايه بيقدر يتواصل أكثر مع الشخص، والشخص يتواصل بيكسر للطريقة النمطية اللي احنا متعودين عليها. نعم. حلو، رح يكون في فعالية وانتم عم تحتفلوا بتعبكم خلال هالخمس سنين هلو فرصة، تخبرنا عنها أكثر. يعني هلو فرصة احتفالية عم نعملها بالعبد الجديد جنب البوليفارد عند لاف جو، العلامة اللي دائما بنتصور جنبها صارت معلم. فرح نكون مجمعين جزء كبير من المزودين الفرص اللي موجودين عنا بالأردن، حوالي أكثر من 35 مؤسسة بين محلية وبين عالمية، ليقابلوا الشباب مش بس زي ما انت حكيتي بالعالم الافتراضي، لا بالعالم الحقيقي. فمسكرين جانب كبير من الشوارع اللي موجودة بالعبدلي، وليكون موجود معنا هالمؤسسات الكبيرة والشباب يتجمعوا، ورح يكون في يعني نشاطات ترفيهية، حفلات زي هيك، زي حفلات موسيقية صغيرة، كلمات تحفيزية، جوائز، ورح نحكي أكثر عن الفيتشرز تبعت الموقع الجديد. حلو. كل حدا مدعو ولا في خلينا نحكي دعوة عامة. ورح تكون بيوم خمسة المساء. خمسة المساء. حلو. مرام بصفتك يعني أنت مسؤولة التواصل الاجتماعي في الموقع، الشباب الأردني متفاعل جدا على مواقع التواصل الاجتماعي الافتراضية، نحن عندنا مثلا فيسبوك أكثر من 7 ملايين بروفايل فيسبوك في الأردن. التفاعل هذا هل عم بيكون فعلا إيجابي، وهل فعلا عم بتشوفي في ردة فعل إيجابية وأشخاص عم بيستفيدوا فعلا وعم نطلع من فكرة الترفيه في السوشيال ميديا وإضاعة الوقت؟ أكيد. حتى إذا بقدر أحكي لك أحيانا بنكون شوي مضغوطين باليوم وبدنا نخلص أشياء مش قادرين وعم نحاول، دائما بتوصلنا مسجات سواء تويتر ولا فيسبوك، لأنه شكرا لفريق فرصة أو لما حدا يبعث لنا مسج يخبرنا أنه قدر يقدم على فرصة لقاها على الويب سايت وأكشلي أخدها، مثلا سافر على دولة معينة قدم فكرته أو حصل على منحة معينة. فدائما بناخذ الفيدباك هذا الايجابي، وهذا كثير شيء كثير بينعكس كمان علينا احنا كفريق، بخلينا كمان دائما نتحمس نفكر بافكار جديده كيف نقدر نوصل هذا المحتوى بطريقه اسهل لكل حدا. حلو كثير. دكتور سامي، الموقع مش ربحي،
ما فيش فائده او بروفيت عم تكون دايركت عم تشتغلوا مع مؤسسات غير ربحيه، كيف ناويين يعني تكملوا، كيف ناويين تتطوروا، كيف ناويين تدعموا حالكم؟ يعني هاي واحدة من الأفكار اللي نرجع لمؤتمر الريادي العالمي، واحدة من الأشياء اللي إحنا كمان عم نفكر باستدامة الموقع. زي ما حكينا بلش كمدونة، ويمكن هالتيم بلش يكبر وبتصير الأعباء أكثر على الموقع وعلى الكلفة التشغيلية، وقدين نقدر نستمر. هلا في أكثر من فكرة إنه كيف ممكن يصير شوية يجيب نوع من الدخل ليقدر يستمر الموقع. لسه في أكثر من فكرة، لسه ما طبقنا أي إشي، ومش شايفين إنه ممكن نطبق أي إشي خلال السنة الجاي، بس في أفكار مختلفة عم ندرسها أكثر من يعني من أكثر من جانب. ما بدنا نخرب الصبغة الغير ربحية، الصبغة اللي تميز فيها موقع فرصة، إنه إحنا عم نوفر فرص متساوية وعادلة للتعليم في المنطقة العربية. نعم، سريعا هيك إذا بدنا رسالة منك مرام، لأنك عم تتواصلي مع الشباب عبر السوشيال ميديا، كيف ممكن يستفيدوا بالفعل من فرصة زي ما حكى هيثم، إنه نطلع من قالب إنه والله إحنا بندخل على السوشيال ميديا لترفيه أو إضاعة الوقت، كيف بيقدروا بشكل عملي وسريع يتواصلوا معكم؟ احنا عند فرصه دائما بيقدروا يبعثوا لنا ايميل على info@fursa، او يبعثوا لنا مسج على نفس الصفحه، او يكتبوا لنا كومنت على اذا هم يعني بموضوع معين بدهم يبعثوه. في فئه معينه مثلا بتتوجه الفئه اللي بنستهدفها؟ نعم. احنا بنستهدف كل الشباب اللي بال22 دوله العربيه. فالمحتوى اللي بنحطه مش بالضروره يكون بس لدوله معينه، ممكن يكون مثلا بس للشباب الاردن، او بس للشباب بمصر، او لكل الشباب بال22 دوله. حلو. طبعا. جميل جميل جدا، يعطيكم ألف عافية. ونحن أكيد بندعو الجميع من هذا المكان ب 30/7 يوم السبت من 5:30 للتسعة في العبد اللي بجانب البوليفارد، راح تكون الاحتفالية لموقع فرصة بخمس سنين، وأكيد يعني راح تكون فرصة لكل الشباب يتعرفوا أكثر على هذا الموقع، يتعرفوا أكثر على السبيكرز والأكتيفيتيز أو النشاطات اللي ممكن تكون ترفيهية وممكن تكون ممتعة في نفس الوقت. يعطيكم ألف عافية، شرف فرصة تكونوا أنتم معنا كمان. نتشرف طبعا. شكرا للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.